بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب الكرام، بلغني من جاءتني اتصالات كثيرة من بعض إخواننا في مراكش تحديدا وفي أماكن كثيرة من العمال يشتكون من أن بعض أرباب العمل وعمين ففي الناس أفاضل وأخيار وهم على رؤوسنا، فقالوا بأنهم أغلقوا الأعمال وأبعدوهم وقطعوا معهم حتى الاتصال. فأنا أناشد الله تعالى الذي لا رب سواه، أرباب العمل هؤلاء ألا يتخلوا عن هؤلاء العمال. نعم الظرفية صعبة على الجميع، لكن التعاون، بالتعاون يرفع الله البلاء، بالتضامن يرفع الله اللأواء والشدة. ما تخلوش على هذا الناس، الله يجزيكم بخير. لا تخلوش على هذا الناس، رابيهم إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ترحمون وتنصرون وترحمون بضعفائكم وترزقون بضعفائكم. بهذا الضعفاء باش غادي نترزقوا، بهذا نترحموا، وينزل إن شاء الله الرحمة وينزل العافية والشفاء. فالله يجزيكم بخير. لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. ليس من المروءة ولا من الشهامة ولا من الإنسانية ولا من الدين ولا من العقل ولا من المنطق أنه يتخلى الإنسان على العمال اللي تيبدلوا معاه الجهد وتيبدلوا معاه الوقت وتيبدلوا معاه التضحيات وتيعرقوا من أجله، وعندهم أولاد وعندهم عائلات. الله يجزيكم بخير. اعلموا أن الله تعالى وعدكم بخلف، فقال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وإنفاق من أعظم الأعمال ومن أسرع ومن أقصر الطرق للجنة التي تقرب من الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الخلائق. فنستظل بها بعد في الدنيا إن شاء الله أن تكون لنا وقاء إن شاء الله ووقاء من كل ضر ومن كل بأس. ثم والله الذي لا رب سواه ما نقص مال صدقة أبدا، ما عادش نقص لكم هذه الإعانة. ثم على اعتبار نعتبر أنها صدقة، وإلا فهي شيء بسيط من أداء بعض حق هؤلاء العمال اللي تضحيه وعندهم أولاد وعندهم مسؤوليات. الله يجزيكم بخير. وناشد الله أرباب العمل، رافيهم الأخيار وفيهم الأفاضل، وإنما أذكر نفسي وأذكرهم بالله الذي لا رب سواه، أن يتذكروا إخوانهم في هذه الظروف وأن يعينوهم وأن يتقسموا معهم حتى يرفع الله البلاء وحتى يرفع الله الشدة. فهنا فين تتبان المروءة، وهنا فين تتبان الفتوة، وهنا فين تتبان الأخلاق السامية الإسلامية. وناشدكم الله، وناشدكم الله يا أرباب العمل، أنتم تشاهدون الحمد لله أن المغاربة يعني يتضامنون أن صاحب الجلالة حفظه الله ونصره وأيده وحماه من كل سوء بدر هذه المبادرة، والناس يتعاونوا، فتعاونوا حتى أنتم مع هذه الناس. ما تخلوش عليهم، ما تخليوهمش، ما تخليوهمش، ما تخليوهم إن شاء الله تعالى بهم، باش غادي يرحم الجميع إن شاء الله بالضعفاء والمستضعفين. الله يجزيكم بخير. وكلنا ظن فيكم وفي شهامتكم وفي مروءتكم، ما تقطعوا شهواتكم على الناس في هذه الظروف. على الأقل، على الأقل قولوا لهم يعني قولا حسنا، وإن شاء الله عاونهم بما تستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي في حلقة جديدة من برنامجكم حياة المغاربة في زمن كورونا. كيف ما عودناكم فاحنا فهاد من خلال هاد البرنامج المباشر كناخذوا اتصال ديالكم، التفاعل ديالكم والاراء ديالكم في هاد الشيء ديال فيروس كورونا. كيفاش كتعيشوا هاد الوضعية وهاد الأزمة اللي كيعيش العالم خصوصا المغرب؟ كيف ما لاحظتوا معايا، فشكرا أسامة زين الدين اللي في الإخراج. دوز لنا الشيخ عمر القزابري اللي من خلال هذا التسجيل فهو كيطلب من الناس اللي لاباس عليهم، اللي بإمكانهم أنهم يساعدوا الناس الفقراء، فأنهم يعاونهم واخا غيب شوية، لأن كيف ما كنعرفوا فاحنا كنعيشوا أزمة كبيرة وكبيرة بزاف. نتمنى أن الرسالة ديال تكون وصلت، ونتعاونوا بعضياتنا ونضامنوا بما فات هذه الازمه ديال كورونا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كنرحب بكم مجددا، وغادي نذكركم بالحصيله ديال عدد الاصابات بفيروس كورونا اللي اعلنت عليها وزاره الصحه اليوم الثلاثاء، بحيث انه تم تسجيل ارتفاع ديال عدد الاصابات بفيروس كورونا في المغرب. وصلنا
تم تسجيل 68 حالة جديدة إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي لعدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب إلى 602 ديال الحالات للأسف الشديد. أما عدد الوفيات فوصلنا ل 36 حالة ديال الوفاة. أما الحالات اللي تمثلت للشفاء والحمد لله فوصلنا 24، ونتمنى أن الحصيلة ما تزادش ونبقاو على هذا الرقم. إذا مرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تيفي في هذا المباشر حياة المغاربة في زمن كورونا. مرحبا بالتواصل ديالكم، التفاعلات ديالكم، مرحبا بالنداء ديالكم اللي محتاج مساعدة، فما عليه أنه يتصل بالرقم اللي في الشاشة ويدير النداء ديالو، ونحنا كندوزو الرقم ديال الهاتف ديالو، ما كنخبيو حتى شي حاجه. مرحبا بالتفاعل ديالكم، الاتصالات ديالكم، مرحبا بالتواصل ديالكم والتعليقات ديالكم على لاباج ديال الفيسبوك شوف تي في بوان ام ا. اذا مشاهدينا للاسف الشديد قبل قليل فقط من واحد المباشر ديال قناة شوف تيفي تم رصد مجموعة من الأشخاص في واحد المقهى، دخلوا عليهم الأمن ولقاهم مجتمعين. مجتمعين رغم ان رغم التوعيه والحملات التحسيسيه اللي كيقوم بها رجال الامن اللي كنقوم بها حنا كاعلام، فما للاسف الشديد لقاهم، والاخطر من هذا انهم لقاهم كيستعملوا المخدرات مشاهدي قناه شوف تيفي. الحمد لله فالامن فهو داير خدمته، تم القبض على دوك الناس، غادي يتحاسبوا ان شاء الله لانهم كيستهزئوا بفيروس كورونا رغم مجموعه من رغم المجهودات اللي كتقوم بها للدوله للسلطات المحليه للامر اي واحد للاطباء تضربوا المجهود عرض الحائط. اذا مشاهدينا شنو رايكم في هذا الشيء اللي وقع، اللي صراحه فهو خطير وخطير جدا. ناخذ اول اتصال مشاهدينا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله استاذ يحيى خويا. الله يبارك فيك اخويا، الحمد لله انت مباشره على قناه شوف تيفي اخويا. الله يبارك فيك اخويا. نعم حبيبي. انا عندي واحد الكاميرا قبل الحال. واخا اعطيني اخويا بعدا غير الاسم ديالك والمدينه من اللي كتعيط. مصطفى الخديلي من مدينه بني ملال. مصطفى من بني ملال. مرحبا اخويا. مرحبا اخويا مصطفى، شنو المشكل ديالك؟ وعندي شي حاجه ديال الكريدي. عندي شي حاجه ديال الكريدي من القروض الصغرى. واشنو دابا جات الازمه هذه وكالي وجات وعندي 26 طريقه دابا ما خدامش، واشنو هذه الطريقه شنو كيدير؟ واش كتخلصها؟ انت اخويا قلتي عندك كريدي في القروض الصغرى وكبعد زعما كتخلص؟ ودابا وانا عندي كرا وما باش نجيك اخويا صراحه انا ما نقدرش نعطيك شي معلومه في هذا الامر هذا، ربما الناس ديال الاختصاص هما اللي غادي ينفعوك احسن مني انايا. الدور ديالي انك تطرح المشكل ديالك، ربما كاين الناس كيسمعوا لينا كيشوفوا فينا في هذه اللحظات في هذا البرنامج المباشر، يمكن لك انك تطرح تساؤل ديالك الناس المسؤولين. شنو النداء ديالك؟ شنو كتسنى من الناس المسؤولين؟ انت اللي ربما قلتي انك خديتي هذا الوقت ديال هذا الوقت حبيبي كان واخد الله يستر في الدار، ما غاديش تخرج، ما غاديش تمشي، ما غاديش تجي، عندك مصاريف ديال الكريدي ديالك، عندك ما عرفتش فين غادي تعطي راسك. انت مزوج اخويا عندك وليدات قلتي لي؟ مزوج عندي ثلاثه وليدات. انت دابا جلستي على من الخدمه وعندك كريدي وعندك بزاف الحوايج. وقت من الخدمه وقعت لي 3 ايام من الطريفه. شنو طبيعه الخدمه ديالك اخويا؟ كنخدم شيفور. شيفور ديالاش؟ كاميو. كتنقل من مدينه لمدينه ولا غير في؟ مدينه لمدينه صافي. دابا ولينا كنمشي للدار ديالي كاع حتى 15 يوم، جيت صافي جيت خاوي جيت تريحت، ما كتعرفش ما غادي ندير. ما عندك لا راميد لا الضمان الاجتماعي؟ لا عندي الراميد. ما ديال 2020 ولا القديم؟ وقت صورت هذاك الراميد ماذا؟ مؤخرا يلا صورتك 2020. دونك انت اخويا حتى من الناس اللي غادي يستافدوا من المرحله اللي عند الناس اللي عندهم الرميد، ربما انك خصك تدخل المعلومات ديالك في الرقم 12 وتصيفط لهم وهما غادي يجاوبوك. جربتي هذه القضيه ولا ما جربتيهاش؟ لا مازال ما جربتهاش. وخصك تجربها يا خويا.
انا ما نكذبش عليك، انا ولا عقلي غير مع ديك الطريقه، ما كنفكر غير في ديك الكليديك اللي كيتسمي كيفاش غندير معاهم. شوف دابا راه كلشي موقف، واش هما كيعيطوا لك تيقول لك خصك ضروري تخلص الكريدي ديالك؟ لان كلشي واقف ما يمكنش. مشيت عندهم وقلت خصك تخلص ضروري. هذه بنكه؟ لا قروض صغرى. قروض صغرى ما يقدروش زعما يصبروا لك بما فات الازمه. لا ما فهمتش انا، مشيت عندهم جوج مرات كيقول لك لا راه ضروري تخلص. ما والله انا دابا جيت من ما نكذبش عليك، خرجت اليوم بنهار باش عند كانيو قعدت جيت وصلت للدار دابا راسي برد الحمد لله، لا راسي برد ما عرفتش راسي فين غنعطي. مثلا انا جا من الشهر ديال الكراش جاتني الطريطه ما عرفتش. والله ما عرفتش. شنو النداء ديالك اخويا؟ شنو النداء ديالك؟ النداء ديالي اخويا ما عرفت ما نقول، والله ما عرفت ما نقول. شكرا شكرا لك استاذ، شكرا للمغاربه كل شيء واحتراماتي للمغاربه كل شيء، وداخل الوطن وخارج الوطن، والله شافيت هذوك الناس اللي من برا تا هما راه كنتألموا من جهتهم. والله انا كنتألموا من جهه هذوك الناس تا هما راه نحنا وكنشكرك بزاف استاذ، وكنشكر المغاربه كلهم. قال لك اخويا واحد في لي كومونتير غتكتب طلب خطي للوكاله البنكيه ديالك. لحظه استاذ، هذا الشيء اللي قال واحد في لي كومونتير، اكتب اكتب طلب خطي، شنو المشكل اللي عندك، يصبروا عليك مثلا، المهم شي حاجه بحال هكا. يا واش نقول لك، يدير الله اللي يسهل الخير، يدير الله يا ربي امين، الله ييسر لك اخويا مصطفى. يسهل الخير والله، هو اللي علينا، هو المغاربه كاملين، والله يبعد علينا الاوضاع. 16 عام ديال الميدان، وهذا الشيء اللي الحمد لله كنقولوا سمعي وكنقولوا الحمد لله على كل حال. الحمد لله خويا كلشي بالصبر، والله الا كلشي بالصبر، الا صبرتي الله غادي يفرجها وغادي غادي الحمد لله على كل حال. كتقول الحمد لله، هادشي ما كانش نحسب، ولكن الحمد لله جابوا في ضرب حنا. الله يبعد علينا الوضع علينا وعلى محمد كله. يا ربي امين اخويا، شكرا بزاف على التواصل ديالك، ونتمنى ان استاذ، وشكرا للمغاربه كلهم، واحتراماتي لكل مستمع، احتراماتي لي واحتراماتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا بزاف اخويا مصطفى، الله يخطيك، ويا ربي انه النداء ديالك يكون وصل للناس المسؤولين، ونتمنى ان المشكل ديالك يتحل في اقرب وقت. الله يجازيك بخير، وتحياتي لك وتحياتي للطاقم التقني كله. شكرا بزاف كامل، الله يخطيك اخويا، شكرا بزاف، الله يخطيك، الله يبارك فيك، الله يعطيك الخير، شكرا. نتمنى ان النداء ديال السي مصطفى من بني ولال انه يتم الاخذ ديالو بعين الاعتبار، انه تيقول لك كان هو خدام غير شي فور في كاميو، جات له هذه الازمه ديال فيروس كورونا، توقف عن العمل، وهو عنده واخد كريدي في القروض الصغرى وما عندوش باش يخلص، وتيقول لي خصك ضروري تخلص. للاسف الشديد نتمنى ان السي مصطفى يلقى الحل في اقرب وقت ممكن، ويتحل المشكل ديالو. مشاهدينا حتى نتوما يمكن لكم انكم تصلوا بنا على الرقم اللي كيبان في الشاشه، ومرحبا بالتساؤلات ديالكم الهاتفيه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اذا مشاهدينا كيف ما قلت، ف السؤال اللي طرحت يمكن لكم تجاوبوا حتى في لي كومونتير ديال القناه ديال شوف تي في، شنو رايكم في التصرف اللي قاموا به مجموعه من الشباب، انهم مشاو واحد المقهى رغم فرض حاله ديال الطوارئ في المغرب، فهما خالفوا القانون ودخلوا وتجمعوا وكيستعملوا المخدرات في واضحة النهار في وحدة المقاهي. شنو رايكم في التصرف هذا؟ شنو غادي يكون مصير ديال هاد الناس هادو؟ فرضا ان واحد فيهم تصاب، يعني بزاف ديال العائلات غادي يتصابوا كون ما تمش ضبط هاد الناس هادو، وربما ان هاد الشيء كاين كيوقع شحال هادي، والحمد لله ان الامور تم تجاوزها. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الو خويا. خويا اسامه شويه الصوت راه ما كنسمعوش. وي خويا انا معاك. الو بغينا خويا ندوز حاجه على خاطرك. مرحبا خويا، تفضل. الاسم ديالكم منين كتعيط لينا خويا؟ نعم الاسم ديالكم منين كتعيط؟ اشرف من اوكرانيا. اشرف من اوكرانيا، مرحبا خويا اشرف. واخا خويا واخا ترفع الصوت ديالك شويه باش نسمعوك.
مرحبا خويا. انا نقول لك اخويا في اوكرانيا وبغينا نوصلوا صوتنا ان شاء الله للسفارات يديروا معنا شي حل هنايا، غادي الوضع عاد كيزيد. انت طالب تما في اوكرانيا؟ وكاين ازيد من 15000 طالب مغربي هنا وما داروا معنا لا حل لا والو. شنو طبيعة الحل اخويا اشرف بغيتي؟ شنو طبيعة الحل اللي كطلب من الناس المسؤولين في المغرب؟ واخويا بغينا نجيو بحالنا كاع كاع الدول او قرار اللي كاع الطلبة ديالهم يجيو بحالهم الدول ديالهم، الا حنايا اللي ما جاتنا حتى شي حاجة باللي نمشيو بحالنا، وحنا هنا محبوسين هنا ما كاينه لا قراية لا والو. الوضع عاد غادي كيزيد، اليوم وصلت 945 وما عرفناش نديرو. انتم اخويا مشيتوا للسفاره، شنو قال لكم السفاره تما المغربيه؟ السفاره ما كيعطيونا والو، ما معلومه ما كيعطيوها، كيقول لك كل لاباج ديالنا في فيسبوك وتسنانا الا كان شي جديد. اها هادشي اللي كيقولوا. هنا انت عارف اوكرانيا دوله ماشي يعني من الدول الكبيره في الاقتصاد ولا شي حاجه، الرئيس ديالهم ديما خارج بتصاريح كيقول باللي حنا ما نقدروش على على هذا المرض وما عندنا ما نديرو، فهمتيني؟ ايوا والدينا مخلوعان، حنا مخلوعان ما عرفناش نديرو هنا. لا مرتي كاع لا مرتي مشي للسبيطار كاع ما كيدي وافد، انت راك عارف العنصريه وبزاف الحوايج. واخا خويا الرساله اللي كتوجه انت مباشره قناه شوف تيفي، الرساله اللي كتوجه للمسؤولين هنا في المغرب باش انهم يشوفوا فيكم ويديروا شي حل ان شاء الله. بغينا ما يديروا معنا شي حل، نرجعوا بحالنا حدا والدينا، حنا عندنا والدينا عندنا خوتنا، راه بزاف الحوايج اللي عندنا حنا في المغرب، راه ماشي. شحال انت كتعيش اخويا تما في اوكرانيا؟ نعم شحال انت كتعيش في اوكرانيا؟ دابا 3 سنين. 3 سنين كتواصل مع العائله ديالك كلشي؟ عادي واه مخلوع على هذا هو المشكل، حنا راه واقيلا على الوالدين فلا جاتنا حنا نمشي المشكل. ايوا الله يفرج عليك، الله يفرج عليكم اخويا اشرف، ونتمنى ان الصوت ديالكم ينصل ان شاء الله. شكرا بزاف اخويا اشرف على اختك. اذا كيف ما سمعتوا اشرف من اوكرانيا فقال لك باللي زياد من 15000 طالب مغربي كاينين في اوكرانيا تيدرسوا تما ولكن محبوسين من بعد الازمه ديال فيروس كورونا، وكيطلبوا من كيمشيو للسفارات يقول لهم صبروا صبروا، ولكن هما قال لك العائلات ديالهم هنا في المغرب مخلوعين وكيطالبوا بشي حل انهم يرجعوا لبلادهم ويكونوا قراب للعائلات ديالهم على اساس انهم يطمئنوا عليهم. شكرا لكم على التفاعل ديالكم على لاباج ديال فيسبوك. النمره تاع التليفون مش واضحه، نمره التليفون 0662 05 048 بالنسبه للناس اللي كيسولوا التليفون، راه كاين في لاباج فيسبوك. بالك بما هادوك خاصهم يتربوا بالسجن اللي كي يكونوا عبره. عبد الرحيم تيقول هادوك الناس اللي حصلوهم في القهوه كيستعملوا مخدرات في عز ازمه ديال الكورونا وفي عز ديال حاله الطوارئ اللي كتعيشها بلادنا بسبب هاد الفيروس المرعب. فقال لك سي عبد الرحمن هادوك خاصهم يتربوا بالسجن اللي كي يكونوا عبره للاخرين. هادشي اللي نتمناو باش هادشي ما يتكررش، لانه للاسف الشديد رغم المجهودات اللي كيتم بذلها من طرف السلطات المعنيه ف باقي كنشوفوا للاسف الشديد مجموعه من التجمعات وخروقات ديال القانون، كنشوفوا الناس داخلين القهوه في واضحه النهار، والاخطر من ذلك انهم كيستعملوا المخدرات عين باين. شنو الحل في نظركم مشاهدي قناه شوف تيفي في هذا الشيء اللي وقع؟ للاشاره فقط مشاهدينا، فمجموعه من الناس الجاليه المغربيه اللي كانت مقيمه بالخارج خصوصا فرنسا وعلى ما اظن سويسرا البارح في اللايف ديال قناه شوف تيفي، فهم تواصلوا معنا على اساس ان واحد السيده كانت دارت فيديو كتستهزئ بالناس ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، قالت لهم ما تجيوش لانه فيكم فيروس كورونا غتجيبوا لنا المرض وكذا، ولكن الحمد لله بفضل الفيديو اللي دارت شوف تيفي والنداء ديالكم عبر قناه شوف تيفي فتم اخذ التدابير اللازمه في حق هاد السيده وتم ادخالها السجن باش تكون عبره للاخرين، لاننا كلنا مغاربه كلنا متضامنين كلنا متحدين
باش نفوتوا هذه الازمه ديال فيروس كورونا اللي كتجتاح العالم وكتقتل الالاف والملايين ديال الناس في العالم. لاننا في المغرب لحد الان وصلنا ل 36 ديال الحالات ديال الوفيات، وصلنا الحمد لله 24 حاله ديال الشفاء، ولكن للاسف الشديد وصلنا ل 102 ديال الحالات ديال الاصابه بفيروس كورونا المرعب في المغرب. اذا استقبلوا مازال الاتصالات ديالكم على قناه شوف تي في، مرحبا بالتصالات ديالكم، مرحبا بالاتصال ديالكم. كاين بزاف للاسف الشديد مشاهدي قناه شوف تي في انهم كيتواصلوا معنا ما لقينش لقمه العيش ديالهم من بعد ما تقطع عليهم الرزق ديالهم اللي كانوا كيجيبوه في النهار. كاين بزاف الناس محتاجين ومخصوصين، فعافاكم الى كتعرفوا شي واحد نتوما يسر عليكم الله فتعاونوا معاهم بالقليل، لانه اذا تعاونتوا معاهم بالقليل نتوما كيجيكم كثير قليل، ولكن بالنسبه للناس الاخرين كيجيهم كثير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك اخويا، انت مباشره على قناه شوف تي في في برنامجكم حياه المغاربه في زمن كورونا. مرحبا بك اخويا. الله يجيب السلامة، الله يدير شي تاول ديال الخير. يا ربي امين اخويا. نتصل بكم. مرحبا بك اخويا، عطيني غير الاسم ديالك والمدينة منين كتعيط. الله يجيب شي تاول ديال الخير. عطيني الاسم ديالك اخويا والمدينة منين كتعيط. 24 ساعة، غير 24 ساعة معانا. مرحبا بك اخويا، هذا واجب. كم حتى انتوما. الله يحفظك. الاسم والمدينة اخويا منين كتعيط. معك يوسف بوريما. منين اخويا يوسف؟ من مراكش. من مراكش، مرحبا بالناس من مراكش. كاين انتم عندكم عندكم شي شتا ولا والو؟ كاين الضباب والبرد، البرد البرد ديال الشتا. العجاج، العجاج ولا البرد؟ العجاج والبرد بجوج. حتى كازا فيها العجاج اليوم بزاف، الله يحضر السلامة. الله يلطف بينا. العائلة من كازا درب السلطان. واخا خويا يوسف قول لي عندك شي حاجه غتحكيها لنا بسبب عشتيها في هذه المده ديال الاعلان على حالات الطوارئ في المغرب بسبب فيروس كورونا، كيفاش كتعيش؟ انا صديق ديالي محامي توفى بكورونا، صديق ديالي من مراكش من حي الدوديات. الله يرحمه مسكين، الله يرحمه ويوسع عليه. توفى ليا. حنا غير التدخلات هادو ديال رجال الامن اللي ما تيعرفوش يهضروا، كيهضروا بواحد اللسان اللي ماشي دخول اش تدير واحد الاسلوب بلا ما نقول لك هذاك الشيء هو اللي درنا في خاطرنا. باقي ما وصلتش حتى وتلقاو جوج الناس ثلاثه دخول وزرا وطلع. ولكن اسمح لي يا خويا يوسف، يوسف اسمح لي، رجال الامن والسلطات المحليه والناس اللي كيقوموا بمجهودات، فربما الا لاحظتي معايا في الايام ديال الاولى ديال الاعلان على حالات الطوارئ فكانوا كيتعاملوا بشويه ديال الهدوء والرزانه وكيحاولوا ما امكن انهم يتعاملوا بلطف، ولكن الا تبعتي اللايف اللي كان درت شوف تي في غير واحد شويه دابا شي نص ساعه، تم المداهمه ديال، اسمح لي اخويا، تم المداهمه ديال واحد القهوه ولقاو فيها مجموعه من الشباب يعني في عز حاله الطوارئ وفي عز الازمه ديال كورونا يعني اللي كتقتل الالاف والملايين ديال الناس حول العالم، وحنا وصلنا في المغرب 36 ديال الناس اللي ماتوا. تخيل معايا ان هاد الناس لقاوهم مخبيين في القهوه وكيستعملوا المخدرات، يعني ضاربين عرض الحائط كاع داك الشيء اللي كانت كدير والمجهودات اللي كتقوم بها السلطات والامن والدوله. نتفق معاك، حنا غادي نقول لك في عز النهار خارجين بين القضيه وعندنا ورقه ديالنا باش نخرجوا وكل شيء، ولكن هادو راه ما عندهمش ورقه، خارجين مخبيين في القهوه كيستعملوا المخدرات ومجموعين مكدسين وسادين عليهم. دابا الا كان واحد فيهم مريض راه كلشي غادي يتعادى. حنا خارجين بين القضيه واغراض ديالنا وعندنا ورقه ديالنا وكل شيء، ولكن الطريقه باش يتعاملوا معنا السلطات. اسمح لي، الا ما تعاملتش غادي نقاطعك، الا ما تعاملتش السلطات بصرامه راه شنو؟ قال الله يرحم الوالدين دخل، راه قالوها المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. اسمح لي دابا انت كتقول دير بلاصتك في ذاك الرجل السلطان اللي كيخرج انه ما كينعش، تخيل معايا من الصباح هو كيخرج حتى لصاصات الليل فقط لسلامه المواطن. صاحبي وحتى تقول ليه دخل دارك يقول لك ما بغيتش ندخل، شنو كتسنى منه هذا؟ لا احنا مثلا احنا متفقين القانون اللي حاطين، ولكن باش الربعه الخمسه بدا تيسب فيك ويقول لك دخول اش تدير هنا. شكون هذا اللي كيسب؟ شكون هذا اللي كيسب؟ انت ما فهمتنيش دابا.
سمعتي جيتي يقول لك دخل مع الربعه، علاش بندخل مع الربعه حتى ندخل؟ حنا غادي نتقداو غادي للفرماسيان غادي نتقداو الحليب نتقداو دانون، ويجي واحد يقول لك دخل مع سميتو بطريقه كل كيهضر بطريقه مؤدبه، هادشي اللي هضرنا حنا في خاطرنا بينكم تهضروا حتى نتوما شويه وتقولوا للناس وصيوا ميساج بان الناس خاصهم يتعاملوا مع المواطنين بحالهم بحالهم. بلاتي انا ندير نداء، الله يرحم لكم الوالدين الرجال ديال السلطات اللي كيخرجوا انهم يديروا العمل ديالهم يتعاملوا مع المواطنين بكل لطف. هادشي اللي بغيتي؟ هادشي اللي بغيتي. الله يرحم الوالدين. الميساج وصل. سير الله يسر اخويا. مرحبا اخويا، الله يخطيك. كيفو هادشي وجي مرحبا تكون معنا شي طنجيه في مره. بارك الله فيك، على راسو الله ترحب بك الجنه اخويا، الله يكبر بك. يلاه. شكرا بزاف، الله يخطيك. يوسف من مراكش يقول لك بان كاين مجموعه من الرجال ديال الناس اللي كيقوموا بالدور ديالهم في الشارع، يقول لك بلي كاينين شي كيتعاملوا بصرامه اكثر من اللازم. وجاوبته قلت ليه الا ما تعاملوش بصرامه راه المواطن ما غاديش يدخل للدار. يعني حنا شفنا بلي كما شفتوا غادي نبقى نعاودها اللايف كامل، تم مداهمه ديال واحد المقهى هنا في مدينه الدار البيضاء فيها مجموعه من الشباب تيستعملوا مخدرات ومجتمعين. علاش؟ لا قولوا لي علاش. علاش؟ لانه ضاربين عارض الحائط كاع المجهودات اللي كتقوم بها الدوله والمجهودات اللي كيقوم بها الامن والسلطات. خص التعامل بصرامه صراحه فهاد الامور هذه، لان كنعيشوا واحد الوضع اللي ما كيسمحش لينا مازال اننا نكونوا ندخلوا في تجمعات. وللاسف الشديد باقي كنشوفوا مجموعه من الاسواق لان بنان كيخرج كيتجمع. علاش؟ كيقلب على المرض. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اختي، مرحبا بك اختي. اخويا عطاك النمره ديال شوف تي في هذه. مرحبا، انت مباشره على قناه شوف تي في في برنامجكم حياه المغاربه في زمن كورونا. مرحبا بك اختي، الاسم ديالكم اللي كتعيطي لينا. اخويا الاسم ديالي هدى الياس. هدى. بغيت نسولك هدى الياس، بغيت نسولك خويا على الرابط. منين كتعيطي؟ كنعيط من مدينه ازرو. مرحبا بك اختي. خويا بغيت نسولك غير على بالنسبه للراميد، انا داخله انا والام ديالي في راميد. والام ديالي يلاه توفات هذه شهرين وانا بوحدي في هذه، ما عندي حتى شي حد، ما عندي لا الاب ديالي لا لاخوتي لا حتى شي حاجه. واش نقدر نديكلاري بالاخر نديكلاري بالرقم ديال راميد الام ديالي ولا ديالي اللي داخل معاها؟ اختي ما نقدرش نفعك في هذا الشيء صراحه، ربما انك تقدري ديري النداء ديالك الا كانوا الناس غادي ينفعوك في هذا الشيء. ديري النداء ديالك ونشوفوا نطرحوا القضيه ديالك النقاش ان شاء الله ونشوفوا نردوا عليك. غادي ناخذ الرقم ديالك وغادي نتواصل معك من بعد. حيت انا اللاج ديالي يلاه 16 سنه يعني، وما عندي حتى شي حد، ما عندي لا الاب ديالي لا حتى شي حد، وكنت داخله مع الام ديالي في الراميد والام ديالي توفات. ودابا ما عرفتش يعني، بغيت نشوف واش انا غنستافد ولا ما نقدرش نستافد. صافي اختي غادي نطرح النقاش. انت قلتي عندك 16 سنه، الام ديالك ماتت هذه شهرين، وانت حتى عندك الراميد ياك؟ عندي الراميد ديال الام ديالي داخله معاها. مرحبا اختي. انا وقلتي واش تقضي تستافدي انت ولا لا؟ نعم. قلتي واش تقضي انت حتى انت تستافدي ولا لا؟ لا سمعتكش اخويا. قلتي واش تقدري حتى انت تستافدي ولا لا من هذا الراميد؟ بغيت نشوف يعني حتى انا يعني ما عندي حتى شي واحد. واش انت من الناس اللي غيستافدوا ولا لا؟ صافي مرحبا اختي. صيفطتي لهم على الرقم 12 اختي، دخلتي المعلومات ديال شنو قالوا لك؟ ديال الام ديالي، ولكن خفت يلقاوها متوفيه يعني ويكون لي شي مشكل ولا شي حاجه. هما غادي يجاوبوك غيقولوا لك واش 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 تقدري ولا لا. المهم غادي تبقاي معاهم في تواصل، غادي هما غادي يجاوبوك شنو كاين. واخا خويا شكرا. مرحبا بك اختي، راه خديت النمره ديالك ان شاء الله الا كان شي حاجه نتواصلوا معاك. واخا خويا شكرا. مرحبا بك اختي. مرحبا بك. الله يعاونك. الله يعاونك. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك اخويا في برنامجكم حياة المغاربة في زمن كورونا مباشرة على قناة شوف تي في. مرحبا بك. بارك الله فيك. نعم سيدي. الله يبارك فيك. نشكركم سيدي على هذا البرنامج. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الاسم ديالك اخويا والمدينة منين كتعيط لينا؟ الله يرحم لك الوالدين. مغاد طريق. من مدينة قلعة السراغنة. قلعة السراغنة. مرحبا بك اخويا طريق، شنو بغيتي تقول لينا؟ بارك. تنقول لك اسيدي خاص واحد شويه ديال التضامن مع السلطه باش كاينه غادي خدامه مزيان. نعم اخويا. الو مرحبا كنسمعك. قلت
لك هادشي كاين شويه ديال البرد عندنا هنا. اها. وهاد السلطه غادي خدامه مزيان. ولكن هاد الناس الله يهديهم شويه. الله يهديهم هادشي اللي كنتمناه والله يهديهم يا ربي، لاننا كنعيشوا وضع خطير وبزاف الناس مازال ما استوعبوش هادشي اللي كنعيشوه حنايا في المغرب واللي كيعيشوا العالم كامل اخويا. الله يهدي ما خلق. شي صعيب. والله الله يحد البات منه. يا ربي امين. واخا خويا طارق كيفاش انت كيفاش انت كتعيش العزل الصحي ديالك في الدار؟ عندك وليدات، مزوج، خدام، ما خدامش، كيفاش كتعيش هذه الفتره هذه؟ خدام قاعدين كلنا في الدار. شنو طبيعه العمل ديالك اخويا؟ اش عندك وليدات، مزوج، ما مزوج؟ عندي وليدات فلاح. الو معاك اخويا. هو الوضع شويه واخا مأزم ما كاين مشكل الحمد لله. انت عايش بخير ما خاصك حتى خير. الحمد لله عايشين بخير الحمد لله، هانيه الوقت عندنا مزيان. كتخرجوا كاملين ولا كيخرج واحد في الدار؟ لا لا، ملي كتبغيو تتقداو للدار كتخرجوا كاملين ولا كيخرج واحد؟ لا تيخرج واحد. شكون اللي كيخرج انت؟ انا هو المسؤول عليهم. تبارك الله عليك، انت كتوصي وليداتك ما يخرجوش للزنقه، ما يحاولوش انهم ياخذوا هذا الامر باستهزاء؟ لا ما تيخرجوش حاليا الساعه ما تيخرجوش. الساعه كان كل شيء على الدار حاليا. الباديه شويه غاديه مزيانه الساعه. هو الشيء اللي عندنا، الشيء اللي كاين عندنا هنا حاليا. قول لي بغيت نسولك السي طارق. نعم اسي. تبعتي كتبع انت شوف تي في ديما ياك؟ نعم. انت متبع شوف تي في؟ اييه. واحد شويه لقاو واحد المجموعه ديال الشباب لقاوهم في واحد القهوه، دخلوا عليهم لقاوهم في القهوه كيستعملوا المخدرات في عز الازمه ديال كورونا. شنو رايك اخويا في الدائره هذه وهاد الناس الله يهديهم اللي داروا هذا الشيء؟ لا هاد الناس اللي خاصهم يترباو. ان هاد الازمه كاينه ماشي راه ازمه دايره عندنا كاملين، حنا تازمنا مازم المغرب ديالنا كامل. ما خاصهمش يديروا معنا التعامل هذا. الى الانسان خاصو يحكم في راسو دروك حاليا. هذه ظروف صعيبه خاصو يكونوا مسؤولين ويحترموا القوانين كلهم. لا كان بلي ولا شي حاجه يدير داك الشيء في دارو في السطاح ديالو. هادشي اللي تنعرفو باش انه باش يوليو مجموعين 10 و 12 سميتو راه ماشي معقول هادشي. وسادين عليهم. ها؟ وسادين عليهم. هادي حاله ماشي معقوله وما يبغيهاش شي واحد، ما يبغيها لا الله لا العبد. داك الشيء اللي كاين. قول لي سي طارق. الازمه هادي دابا كيف جاو هاد الناس؟ حنا تيقولوا ما ربنا وعسى يتفك علينا هاد البلاء يحيد علينا. وهما يزيدوا فيه راه ثاني لا. قول لي سي طارق. وعرفوا بزاف واللي يقول وبازلات السلطه مساكن معاها ما شدير ليه ما بغات ليهم هما درك. المهم راه السلطات والامن كيقوموا بالمجهودات ديالهم لعل وعسى انهم يزيدوا. الدور ديالو تنشوفوا مليت حنا تشنا مليت حنا يعير لهم عندنا في السوق في تاملالك. وغاديين باحترام ماشي شي حاجه اللي هي تقول تقديتي سير الله يسهل عليك ماشي عيب. وعندك توقيت ديالك من سميتو دوك احنا حاليا الربعه تندخلوا في حالاتنا. سي طارق الناس في قلعه الصراغ انا محترمين العزل الصحي ديالهم يعني الناس داخلين ما كيخرجوش بزاف. معروفه عندكم اسواق شعبيه تما؟ ايوه. واش كيكونوا كيكونوا تجمعات ولا محترمين؟ الفلاجيه حي بقى عندنا على الفلاجيه. على المارشي بقى حاليا. ما عادش كيسالي المارشي. المارشي الربعه الربعه ونص. ماشي الوحده. لا الربعه الربعه ونص. واخا شكرا بزاف السي طارق من قلعه الصرنا، شكرا بزاف على المشاركه ديالك. ليلى يخطيك. بارك الله فيكم تنشكركم. مرحبا بك سيدي. الله يعاونك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك اخويا، انت مباشرة على قناة شوف تي في. نعم اخي بارك الله فيك، راه نتبع اللايف ديالكم يا اخي. مرحبا بك اخويا. بزاف وكنشكروا قناة شوف تي في وتحية لكم والمستمعين ومشاهدي هذه الصفحة هذه. مرحبا بك اخويا. ونشكر السلطات الوطنية على هذا المجهود اللي قايمة به والدرك الملكي كذلك. أنا من حسن من الدار البيضاء مدينة بوسكورة. مرحبا بك. الاسم ديالك اخويا؟ حسن. حسن من حسن من بوسكورة. نعم بوسكورة. مرحبا بك اخويا حسن، انت متتبع وفي ديال برنامج حياة المغاربة في زمن كورونا؟ نعم نعم. مرحبا بك اخويا، شنو بغيتي تقول لي اليوم؟ الله يبارك يا اخي، انا نتكلم على الوضع ديالي اللي كنعيشوا في الظروف. يا اخي كنعيشوا في هذه الحالة مزرية، انا في عندي الاخ ديالي عنده
30 سنه هكاك طارح في الكراش ما كيتمشاش، وللاسف مع هذه الازمه هذه دابا ما حصلوا علينا الخدمه يعني مع هذا الحجر الصحي، وكاين في واحد المساحه 25 متر كاريه، والاب ديالي اللي هو راجل كبير يعني هو اللي كيقابل الدري خويا تيقابلو ويدير ليه ليكوش وداك الشيء في العمر ديال 63 راه كنعيشوا في واحد الظروف مزريه والله. وهذا نداء يا اخي ليكم نتوما يعني كنشكركم بزاف. انت قلتي هاد خوك اللي قلتي طارح الفراش شنو عنده مسكين؟ الو للاسف الشديد انقطع سي سي حسان من بوسكوره، نتمنى انه يعاود يتصل بنا ويعاود لنا على المشكل اللي كيعاني منه ويدير النداء ديالو باش ان شاء الله ان الوضع ديالو ويتفك ان شاء الله ونفوتوا هذه المرحله ديال ازمه كورونا اللي كيعيش العالم والمغرب، واللي للاسف الشديد المغرب حاليا تصاعد في عدد الحالات ديال الاصابه بهذا الفيروس المرعب القاتل فيروس كورونا. وصلنا 602 ديال الحالات للمصابين بهذا الوباء الخطير. نتمنى ان الناس يوعوا بهاد الخطوره ديال هذا الوباء هذا اللي كيفتك بالارواح ديال الناس المواطنين، لان هذا الوباء ما كيعرف لا غني لا فقير لا صغير لا كبير يشتح العالم، ولكن الطريقه الوحيده للوقايه من هذا الوباء الخطير هي تبقاو في ديوركم، ما تخرجوش من ديوركم، بقاو في ديوركم. اللي غيخرج يخرج واحد يتقدى ويرجع. بالنسبه لمساعده الناس اللي تيقول لك ما عندناش، راه كاين الدوله الحمد لله فهي قايمه بالواجب ديالها. تم وضع واحد الصندوق اللي فيه مجموعه من المعايير باش الناس يستافدوا من 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 يستافدوا من الدعم اللي غادي تقدمو الدوله. الرساله ديالي للناس هو انكم بقاو في ديوركم، الله يرحم لكم الوالدين، لان فعلا كنعيشوا وضع خطير وخطير جدا. فاللي ما غايحس بهذا الوباء هذا الا اللي غادي يتقاس ليه شي واحد من العائله ديالو، اللي غادي يتقاس هو نيت. فرساله الله يرحم لكم الوالدين، بقاو في ديوركم، بقاو في ديوركم، لزموا ديوركم، لزموا المنازل ديالكم، قوموا بالحمايه ديال نفوسكم ووالداتكم، ونحميوا الوطن حتى هو بما فات هذه الازمه. فما حدنا حنا تنقوموا وتنخرجوا وتنضربوا بعرض الحائط داك المجهودات اللي كتقوم بها الدوله، فكونوا اكيدين اننا غادي نستمروا في عدد ديال الاصابات في تزايد وبحال ما درنا حتى شي حاجه. اذا مرحبا بكم، مرحبا بالتواصلات ديالكم على قناه شوف تي في في برنامجكم حياه المغاربه في زمن كورونا. فالخطوط ديالنا مفتوحه للجميع، اللي بغى يتواصل معنا مرحبا، اللي محتاج شي مساعده فهو كيدير نداء مباشر على القناه ديال شوف تي في، ونتمنى الرساله ديالكم توصل للناس المعنى بالامر. السلام عليكم. السلام عليكم، بخير اخويا. مرحبا اخوك، مرحبا بك اخويا. الله يبارك فيك. الحمد لله. شكون معايا اخويا والمدينه؟ اخويا الحسين من اكادير. الحسين من اكادير، مرحبا بك اخويا. بغيت اخويا نسولك على راسك لاكيس الضمان. زعما شنو كان بقيت كنت خدام، ولكن ما بقاش خدام، كيفاش معمول داك الشيء؟ اها شنو السؤال ديالك؟ بقيت نسول كيفاش بحال لا بحال هذاك الدار اللي خدامين تسميتي في الشركات وما بقاش خدامين، ما بقاش خدامين براو. انت من ضريبك في الشركه اللي خدام بها؟ كنت خدام، ولكن دابا شحال خرجت منها؟ شي عامين. وشنو السؤال ديالك اخويا؟ ودابا واش هادو ولا شي حد داهم ولا شنو؟ انت ديكلاريك الشركة، ولكن عامين دابا باش خرجتي من الخدمة؟ اي عامين دابا هادي ما خدمتش فيها. دابا مرة كنخدم، إلا مرة ما كنخدمش، فهمتيني؟ هذاك الشيء علاش توصل الله يرحمه الوالدين. شنو الطبيعة، أنت مزوج أخويا، عندك وليدات؟ اي كاين وليدات، عندي جوج وليدات. شنو طبيعة العمل اللي كانت عندك قبل؟ نعم؟ طبيعة العمل ديالك، شنو كنتي خدام؟ البنيق. بناي؟ بناي. واخا خويا دير النداء ديالك، ربما انا القضيه ديالك غادي نطرحوها للنقاش. قلتي هذه كنتي خدام في واحد الشركه وكان ديكلاري بك، ولكن دابا عامين باش خرجتي وما بقيتيش، ما عرفتيش شنو غادي دير. واش زعما محسوب على الناس اللي غادي ياخذوا الدعم ولا لا؟ اش غندير دابا؟
خويا القضيه ديك ما غاديش نقدر نعطيك الحل، ربما الناس المختصين راه الناس تواصلتي معنا غادي ناخذ الرقم ديالك وغادي نطرحها على الناس اللي مختصين في هذه القضيه وما غادي يجاوبك، واخا ولا نجاوبك في اللايف المقبل ان شاء الله. شكرا فيك، مرحبا بك اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك اخويا. بخير سيدي. الله يبارك فيك، انت مباشره على قناه شوف تي في. شكرا شكرا. مرحبا بك. غير واحد الرساله بغيت نوصلها ل واخا اخويا تسمح لي غير الاسم ديالك ومنين كتعيط لينا. ابو يوسف مدينه فاس. ابو يوسف من مدينه فاس. مرحبا بك اخويا ابو يوسف. غير بالنسبه للناس خصهم يعرفوا بان هذا الشيء راه مصلحه ديال الجميع، ماشي مصلحه ديالي انا ولا ديال شي واحد، مصلحه ديال الجميع. إذن إلا كانت المصلحة ديال الجامع خصنا نديرو يد في يد باش نبنيو وباش نكونوا في المستوى. أما الإنسان منين كتكون السلطة خدامة خدمتها وكدير الواجب ديالها وكديرني عليها، والمواطن أشنو خصو؟ خصو يبين على المستوى الثقافي ديالو وعلى الوعي ديالو. إلا التزمنا كنا وقلنا كاملين راه كلشي غيرتاح، لا سلطة لا مواطن. هذا هو المهم. اما الانسان الى بقى كيخرج الشارع شنو كيبين؟ راه كيبين على قله الوعي ديالو وعلى المستوى ديالو. هذه رساله كنوصلها اي واحد اللي كان في الشارع كيدور، راه كيبين المستوى ديالو الثقافي والوعي ديالو وحتى المنزله ديالو. انا شخصيا كنشوف انسان جالس ولا جماعه كيطيح من عينيا، المستوى ديالو كيطيح. هذه الرساله اللي باغي نوصل لاي واحد، نديرو يد في يد ونكونوا رجال. شكرا. واخا خويا عندي لك واحد السؤال اذا كان ممكن. نعم سيدي. قلتها بزاف وسمحوا لي عاودتها بزاف، ولكن هذا الشيء راه كيضر في القلب فعلا. ضبطوا مجموعه من الشباب هنا في مدينه الدار البيضاء في واحد المقهى كيستعملوا المخدرات، ولكن الحمد لله ان الشرطه والامن قايمين بالدور ديالهم، داهموا المقهى ولقاهم مخبيين في واحد السده ديال 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 القهوه. وشنو رايك انت في هذا الشيء اللي فعلا فعلا هو كيألم؟ يعني في واحد الظرف اللي هو حنا كندعيو فيه الناس انهم يدخلوا لديورهم يلتزموا بالتعليمات، ولكن للاسف الشديد وصلنا للاسف الشديد وصلنا 602 ديال الحالات في المغرب ووصلنا 36 ديال الحالات ديال الوفيات. شنو رايك انت في التصرف هذا ديال الغير 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 لا انساني اللي بغيت نقول؟ ما كاينش الغير الوطنيه، ما كاينش حب الوطن، ما كاينش حب الاخر، يعني شنو رايك انت في هذا؟ هذه من واحد الناحيه اول حاجه خصنا نفكروا، هاد الناس هادو ما عارفينش المصلحه لراسهم، ما داموا كيستعملوا المخدرات وجالسين راه ما كيعرفوش المصلحه ديالهم، فما بالك غيعرفوا المصلحه ديال الجميع. هذه نقطه بعدا مهمه. ثاني هادو الناس خصهم يستعمل معاهم تستعمل معاهم القانون، يطبق عليهم القانون طبعا. فهمتي الموضوع ديالي؟ فهمتك. هاد الناس بحال باغيين يتحداو القانون، اذا خص القانون يطبق عليهم. هاد الناس دول المستوى، وسمحوا لي على التعبير هذا لان ما بغاوش ينضبطوا. وفي نظرك واحد الظاهره اخرى اللي لاحظناها وربما ماشي هي كثيره ولكن قليله، تواصلوا معنا البارح الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج على واحد الفيديوهات اللي كيديرهم شي ناس الله يهديهم، تيقول لهم انتم فيكم ولا ما تجيو المغرب غتجيبوا لنا المرض. ولكن الحمد لله من بعد النداء ديال هذوك الناس في شوف تي في فتم اعتقال السيده المعنيه بالامر اللي كانت كتقول لهم انتم فيكم كورونا ما تجيوش المغرب وكذا. شنو رايك في الظاهره ديال الناس اللي كيستهزئوا بالناس خوتنا اللي كاينين في خارج ارض الوطن؟ انا بالنسبه لي كرأي ديالي خاص، احنا كنا كيف كيف الناس سواسيه، ما كاين فرق ما بين لا في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في اسبانيا ولا في المغرب ولا في موزمبيق ولا في جنوب افريقيا ولا في الجزائر ولا في تونس. كنا كيف كيف في الوقت نكونوا كاملين منظمين، شي واحد منهم تيديروا شي حوايج. هذا شوف يا اخي نقول لك واحد القضيه، الناس الواحد راه قبيلات في الفيسبوك كيقول لك على هذاك اللي ضربوا بالصرفيقه ما خصوش يضربوا بالصرفيقه. الناس راه كتقول شي حوايج راه ما عارفاش شنو كتقول اولا، ما كيعرفوش المصلحه ديالهم فين. وبالنسبه لنا حنا بالنسبه للاخوان ديالنا في ايطاليا سواء جنسيه مغربيه او تونسيه كل شيء كيف كيف، راه ما عندناش حنا ما نبغيو يتاذى حتى شي واحد. ما نبغيو يتاذى لا اللي في ايطاليا ولا هذه، وكل شيء كيف كيف. هذا اللي كيقول الهضره
هذا المستوى يسمح لي على التعليق. هما الناس ديال فاس ملتزمين، الناس ما ملتزمين بالعزل الصحي اللي فرضته الدوله، الناس باقيين كيدخلوا، ولكن كاينين واحد الفئه اللي مازال. بالنسبه لي شهاده الحق نقولوها، تقريبا واحد النسبه ديال 90% ملتزمه، 90% كتبقى واحد 10% اللي اغلبها الناس باش نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. للاسف الشديد. شكرا بزاف ابو يوسف على التدخل ديالك وعلى الرساله ديالك للناس. شكرا بزاف يخطيك. للاسف الشديد فالوضع غادي وكيتزاد. وصلنا 602 ديال الحالات في المغرب، 36 حالة ديال الوفيات. الحمد لله كاين بزاف ناس يقول لك انتم كتذكروا غير الناس اللي مصابين، ما كتذكروش الناس اللي تعاجات. تشافت من هذا الفيروس 24 حالة ديال الحالات اللي تشافوا من هذا الفيروس المرعب القاتل. و بزاف ناس يقولوا كتعطيو، راه ماشي حنا اللي كنعطيو، راه وزارة الصحة هي اللي كتقول، وحنا كنوصلوا ميساج باش الناس يوصلوا من الميساج ويلزموا البيوت ديالهم. لان كيف ما قلت وغادي نعاود نبقى نقولها، هذا الشيء خطير وخطير جدا، وخص الناس يلزموا البيوت ديالهم. واي واحد سولت ليه النفس ديالو انه يخرج ويدير تجمعات ولا يحل قهوه ولا يتخبى فيها ولا يتجمع فيها ولا يدير فيها مخدرات، فالقانون غادي ياخذ المجرى ديالو وغادي يكون عبره للاخرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت باقي معايا ياك سي ابو يوسف؟ لا باقي. شكرا بزاف سي ابو يوسف، الله يعاونك. شكرا بزاف. اسامه زين الدين وجد اخويا الدعاء. مشاهدي قناه شوف تيفي، نخليكم مع هذا الدعاء ديال الشيخ القزابري ونرجع لكم من بعد، ما تمشوا فين. سبحانك ربنا ما اعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما ألطفك، لا إله غيرك ولا رب سواك، تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتجيب المضطر، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل، تباركت وتعاليت، لا إله غيرك ولا رب سواك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يوم القيامة يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا، من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت الرب الموجود. اللهم إنا نتضرع إليك متوسلين بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك، يا من بسط الأرض ورفع السماء، يا من له العزة والكبرياء، نسألك بأسمائك الحسنى أن ترفع عنا هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، يا قديما في الأزل، يا لطيفا لم يزل. اللهم الطف بنا لطفا يقينا عن معاصيك، وثبتنا حتى تقيمنا على ما يرضيك. إلهنا، إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حالنا، هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. اللهم إنك تعلم وترى ما الناس فيه يا ربي من هذا البلاء، اللهم إنك أنت أرحم الراحمين. قلت وقولك الحق المبين، الله لطيف بعباده. وقلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. وقلت وقولك الحق المبين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نسألك يا الله بحق لا إله إلا الله أن ترفع عنا هذا البلاء، وأن تحفظ بلدنا الحبيب. اللهم أدخل بلدنا المغرب في كنف ستر أسمائك الحسنى، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء،
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أدم على بلدنا سترك الذي لا تخلو. مرة أخرى مشاهدينا بهذا الدعاء ديال الشيخ عمر القزابري، اللي فعلا فهو كيدعو فيه أن ربي يحفظ البلاد ديالنا من هذا الوباء الخطير. دائما في اتصال ديالكم مشاهدي قناة شوف تيفي، معنا واحد السيد من إسبانيا. مرحبا بك أخويا. ألو. شكرا، السلام عليكم. معك السيد محمد إسبانيا، وإذا سمحتي نعطيك واحد وجهة نظر ديالي الله يخليك. مرحبا بك. شكرا أولا على هذا البرنامج، شكرا على هذا البرنامج هذا. مرحبا بك أخويا. الله يخليك. أنا غير واحد المسألة بسيطة. هاد الأمر ديال الكورونا جا على غفلة، وشد كاع عباد الله شدهم على غفلة، كل شيء مزير وكل شيء هذا. لأن حتى واحد ما كان داير بهذا الشيء هذا، حتى واحد ما كان عارف بأنه هذا الشيء غادي يوقع. واللي عنده مقريات في الدار عنده مقريات، اللي ما عندوش الله يحسن العوان، كل شيء هادشي باين. انا المساله الوحيده اللي كتهمني وهو الصوره ديال المغرب برا. متفق معايا؟ متفق معك اخويا. الصوره ديال المغرب ديالنا برا خصها تكون دائما مزيانه. اذا النداء ديالي بسيط ومتوجه للسلطات، رجال الامن والشرطه اللي كيضربوا الناس الكبار المسنين، النساء الكبارات المسنين. خويا اسمح لي، بغيت نقاطعك سي محمد، نقاطعك ممكن نقاطعك. فين شتي انت هاد الصوره هادي ديال شي واحد كيضرب مواطن؟ اها، في البرنامج ديالكم اخويا. نعم، البرنامج ديالكم شفت بيه. شنو شتي؟ البرنامج ديالكم شنو شتي؟ انا شفت عسكري او شرطي بالكسوه ديال رجال ديال المخزن، جا وقف مع البنت، ما هضر معها، ما قال لها لا سلام ولا كلام ولا ما يمكنش ولا حاجه، طلع معها بالترفيقه. لا ما يمكنش، لا سمح لي، ما يمكنش السي محمد هذا الشيء يكون. الرجال اسمح لي واسمح لي نقول لك نسيت لك الفيديو، ما تقوليش ما يمكنش. واخا صيفطوا لي نشوفوا. انا معصب بزاف، لان انا كنغير على بلادي وكنغير على المغاربه ديالنا، لان انا مغربي وبلادي وكنغير عليهم، وما نبغيوش يعطيو واحد الصوره ديال البلاد اللي هي ماشي هي هذه. شوف سي محمد ربما حنا تغلطنا لك مع شي موقع اخر، ولكن راه ماشي حنا اللي دوزنا فيديو. حنا كنضمن لك ان شوف تي في ما دوزت حتى شي فيديو ديال شي رجل امن ولا سلطه كيضرب مواطن مغربي. الا كان اسمح لي، الا كان راه كاع التدخلات ديال الكاين كندوزو داك الشيء لايف. ممكن انا فوالا ممكن تغلط، حيت حنا ما يمكنش لينا ندوزو رجل سلطه تضرب مواطن مغربي. ربما تغلطنا لك مع شي موقع اخر. نضمن لك بانه فقط باننا حنا بكل شفافيه ومصداقيه واللي بغيتي، حنا تنديروا لايف، يعني داك الشيء على المباشر، ما كنخبيو حتى شي حاجه. الصوره اللي كتكون الصوره اللي كتكون هي اللي كنقلو مباشره. والدليل على هذا الشيء انه الا دخلتي لشوف تي في غتلقى كاع لي لايف ديالنا فيهم كيفاش كيتعامل الرجال السلطه، رجال الامن، مع المواطنين اللي ما كيحترموش. في البدايه ديال ديال الاعلان عن حادث الطوارئ مازال الناس باقي ما عارفينش، فرجال الامن رجال السلطه فهم كيتعاملوا بكل كيف ما كنقولوا، تيتعاملوا معاهم بالليل باش يعرفوا وكذا، ولكن في هذه الايامات الاخيره وشويه ديال الصرامه كيدخلوهم للدار، ولكن توصل لمرحله ديال الدار فما كايناش. والدليل على هذا الشيء ان رجال الامن غير واحد شويه دخلوا لواحد المقهى ما قاسوا فيها حتى شي واحد، دخلوا لهم اعتقلوهم لانهم قاموا كيستعملوا مخدرات في عز حاله الطوارئ. شفت هذاك الشيء اخي، شفت هذاك الشيء، هذوك يتبعهم القانون من طرف فوالا، ولكن هذاك الشيء ماشي معقول. راك عارف المثل المغربي اللي كيقول لك تفاحه وحده في الصندوق، الى خمجات غتخمج تخمج التفاح كامل الصندوق كله. اذا اذا كان واحد فيه المرض وعاد غادي يعادي كل شيء، غادي عائد واخر غادي مشى فيها المغرب. ولكن حنا الحمد لله دابا في هذه الساعه هذه، الحمد لله الصبينا، الحمد لله كاينين الحالات قلال اللي هما باينين من الطبيعه، اللي هما باينين. اما اللي ما عندهمش الامكانيات واللي ما وصلوش لي زوبيتو وما عندهمش الامكانيات باش يوصلوا عند الاطباء يكشفوا عليهم، هذوك الحالات هما مازال ما ظهروش، يمكن يظهروا ويمكن ما كاينش، يمكن والله ما يكونوش كاع. اوكي، ولكن الله يخليك، حنا
هاد الشيء هذا واحد الفكره واحد النظريه ديالي نقولها لك. هاد الشيء ديال الكورونا من فوقاش عارفينه حنا من فوقاش قول لي من فوقاش تعرف الكورونا ممكن تجاوبني على هاد السؤال؟ هاد الشيء غير مؤخرا دابا شي شهر دابا ولا اكثر من فوقاش خرج الكورونا. الكورونا خرج هذه اكثر من 4 شهور بدات من ووهان في الصين. ايه نفس الشيء في اوكي هذه اكثر من 4 شهور ولكن الحكومه المغربيه كان عندها الوقت باش تجهز راسها وتوجد ويكونوا على بال ويعرفوا كيفاش يتصرفوا مع البلاد. الحمد لله البلاد ديالنا فيها الكل. نجاوبك السي محمد كيفاش يتصرفوا باش ما تقاطعنيش باش ما يطيحوش في هذه الحاله اللي حنا فيها دابا. الناس في ديورهم كيقول لك جلس دارك جلس دارك مع اولادك شنو غياكل ولادو او ولادو غادي ياكلوها. نجاوبك عندنا الوقت باش الحكومه تجهز راسها. واش نجاوبك دابا ما تخرجوش تضربوهم واخا ماشي نتوما اللي كتبينوهم السي محمد. انا كاين الاتصالات ما يخرجوش العسكر يضربوا المراه كبيره يضربها درك راه حشومه نعطي واحد الصوره على بلادنا لاننا متقدمين الحمد لله. المغرب متحضر ومتقدم ولكن خصو يعطي واحد الصوره اللي هي احسن ماشي هاد الشيء هذا. كنشوفوه هنا الفيديوهات كيوريو الفيديوهات ديال العسكر كيضربوا غادي نوليو بحال الهند كيضربوهم بلاصه. واش هادو بشر ولا حيوان؟ المغرب ما فيهش حيوان اخويا فيه مغاربه. سي محمد نجاوبك اخويا نجاوبك. ربما الا تبعتي ان المغرب كان من الدول السباقه انهم سدوا الحدود وكان دار الاجراءات ديالو وكان جري في هذه القضيه هذه باش ما ينتشرش فيروس كورونا في المغرب. ثاني حاجه الدوله قامت بانها مجموعه من الاجراءات باش انها تعاون الناس اللي ما عندهمش بدليل ان الملك محمد السادس نشا واحد الصندوق ديال تدبير جائحه كورونا اللي يعاون فيه الاطباء ويعاون فيه الناس الفقراء. ثالث حاجه ان دابا ولات دار واحد صندوق اخر ديال انه الناس غيستافدوا من 800 درهم 1000 درهم 1200 درهم على حسب عدد الافراد وعلى حسب الناس شحال هما في الدار. ثالث حاجه ان مازال عندنا الحمد لله رجال الامن رجال السلطه كيتعاملوا بلطف مع المواطنين. ناكد لك الا كانت هذه الحاله ديال الضرب هي غتكون 0.0001 ما غاديش تكون لاننا حنا على تواصل مباشر مع السلطات كنخرجوا معاهم كنديروا لي لايف. فكنأكد لك بانه اي واحد خرق القانون فهما كيشدوه كيهضروا معاه عاود عاوتاني خرق القانون فهما كيعتقلوه كيديوه باش انه ياخذوا مع الاجراءات القانونيه. واخا انا معك ملي كيشدوه خارق القانون ويحشيوه في الفاربونيت في الصافيت وفي الصافيت فيها 5 6 10 ويحشيوهم كاملين يجمعوهم تما. الا كان واحد مريض شنو؟ نمرضوا كل شيء. وهاد رجال السلطات اللي كتقول لي انتم كتخرجوا معهم وهما غاديين جروب ما كيحترموش ذاك الاسباس بيناتهم ما كيحترموش. فينا هو بدا من راس ساموراي انت احترم راسك دير لا وزير في القوانين ديالك غطي على فمك وعلى مناخرك ودير الطباعيه ديالك وتهلا في راسك واحكم في الناس اللي معاك. ماشي تمشي ليا جوج فوق الموتور جوج ديال البوليس فوق الموتور وواحد حاط له الراس ديالو هنا على حنكو كيقول له دور 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 هنا وهو كيكح له على هذا. ماشي هذا بداو من راسهم النظام. في نظرك السي محمد شنو فيك كيفاش تعاملوا مع المواطن اللي كيخرق القانون مره وجوج وثلاثه وخمسه وعشره؟ انا سمعت قبيله قلت لابد بعض المرات السلطات خصهم يتعاملوا بصرامه بصرامه غير صحيح بصرامه. هذاك الشيء غير صحيح الله يرضي عليك. بدل ديك وجهه النظر ديالك ان المغاربه رجال وماشي حيوان. ما تنقولوش حيوان سمح لي السي محمد انت كتقول شي حوايج. سي محمد دابا انا عطيتك فرصه عطيتك دابا انت 10 دقائق وانت كتهضر كتبقى كتقول شي حوايج اللي ما كاينينش للاسف الشديد. المغاربه حنا كاملين مغاربه الحمد لله فالقانون لا يعلو على الناس اللي خارقين القانون ما كيعلوش على القانون. يعني القانون كيتخاد في حق المخالفين اللي دار النبي السهل العقوبه. شوف ما يرضي عليك ما تقوليش كنقول شي حوايج اللي هما ماشي هادوك. يمكن نسيت لك فيديوهات تشوفهم ديال الناس اللي كيسجلوا فين كيضربوا الناس كبار والبنات والعيالات والرجال ويدفعوهم ويعمرهم في الصافيت.
اسيدي هذاك ماشي هو القانون ديال الاحتياط. اذا كان الاحتياط خص يكون امين. واخا سي محمد نتوما في اسبانيا عاود لي على كيفاش كتعيشوا هذه الاجواء ديال كورونا، كيفاش كتعامل، كيفاش نتوما كمغاربه عايشين تما، كيفاش دايره الاجواء؟ لان اللي كنعرفوا اسبانيا ربما هي جات في المرحله الثانيه من بعد ايطاليا اللي اكثر عدد ديال الحالات ديال الاصابه بفيروس كورونا واكثر عدد ديال الوفيات. غادي نقول لك اخي حنا هنا في اسبانيا راك كتشوف النتيجه ديال العدد ديال الوفيات والعدد ديال المصابين بالكورونا فيروس. حنا متاسفين بزاف، حنا مسجونين في الديور ديالنا، واكبر سجن وهو النفسي. النفسي لان كتقول عندي مي في المغرب، عندي خوتي في المغرب، عندي عائلتي في المغرب، الله يحفظ لها، وقعت شي حاجه كي غادي ندير نمشي؟ واش نحضر واش ما نحضرش؟ وإلا وقعت لي انا شي حاجه هنا، شوف الناس هنايا اللي كيموتوا كيمشي معاه واحد باش يدفنوه. واحد شحال وانت كتعيش في اسبانيا سي محمد؟ شحال وانت كتعيش في اسبانيا؟ انا هادي 35 عام اخويا. تبارك الله. كتجي المغرب مره مره؟ طبعا. عندك العائله ديالك تما ولا عندك هنا في المغرب؟ انا عندي العائله تما، هنايا عندي ولادي. كتواصل معاهم كلشي بخير؟ امور هي هذيك؟ الحمد لله كنتواصل معاهم بالطريقه ديال الواتساب بالفيديو، كنهضروا مع العائله الحمد لله. فهاد الساعه هنا واخا سي محمد باش العائله ديالنا. سي محمد غير شي دعوه ديال الخير للمغاربه والمسلمين كاملين باش الله يرفع علينا هذا الوباء ونختموا معك الاتصال. دعوه ديال الخير هو اولا نشكرك، شكرا بزاف تقبلتي المكالمه ديالي. مرحبا. شكرا على البرنامج. الدعوه ديال الخير لكل الامه الاسلاميه ماشي غير المغاربه، كلكم الامه العربيه كاملين، يتقي الله والله يجعل ربي يلطف بنا والله يجعل ربي يبعد علينا هذا الوباء وهذا المرض هذا، ويشوفنا حالتنا ومن حاله اولادنا اللي هما صغار. اما احنا كبرنا دوزنا الحياه ديالنا، ولكن اولادنا اللي بغيناهم يزيدوا يعيشوا ويكبروا ويديروا المستقبل ديالهم وبغينا نشوفوهم. الله يجعل ربي يشوف من حالتنا كاملين يا ربي. امين. بلادنا المغرب ديالنا بلادنا عزيز واحسن بلاد اللي كاين في العالم الحمد لله. مشاهده الجميع ايه مشاهده الجميع المغرب احسن بلد في العالم الحمد لله. انا كنقول هاك المغرب احسن بلاد في العالم. وكنقولها بوجه عالي بفم عامر، المغرب احسن بلاد في العالم. شكرا بزاف سي محمد على التواصل ديالك. شتك جاوبتيني بواحد الطريقه ماشي هي هذيك، واش عندك الشك فيها بانه احسن بلاد في العالم؟ لا بالعكس بالعكس، انا قلت لك المغرب احسن بلد في العالم، انا كنقولها وكنفتخر، انا مغربي والحمد لله كنفتخر بها. كنفتخر بها الحمد لله الحمد لله. راه كتبت لك هذا من قبل، كتبت لك بواحد الاسم اخر اسباني، راه كتبت لك شكرتك وعطيت لك واحد النمره ديالي، راه كتبت لك في الفيسبوك غير. مرحبا مرحبا بك مرحبا بك السي محمد، شكرا بزاف على التواصل ديالك. الله يلطف بنا، الله يلطف يا ربي امين. شكرا شكرا بزاف. شكرا بارك الله. اذا مشاهدي قناه شوف تي في كما لاحظتوا معنا في هذه الحلقه الحمد لله كان تواصل، كنا في تواصل معكم بالنسبه خدينا اراء ديالكم انتقادات ديالكم حتى هي راي ديالكم في الناس اللي ضبطوهم، مجموعه من الشباب اللي ضبطوهم في واحد القهوه مجتمعين كيستعملوا مخدرات للاسف الشديد في عز الازمه ديال كورونا فيروس اللي قتل مجموعه من الناس في المغرب. وصلنا ل 36 حاله ديال الوفيات في المغرب، اما عدد المصابين ف 602 ديال المصابين. نتمنى لهم الشفاء ان شاء الله، يا ربي يشافيهم ويرجعوا لوليداتهم في احسن الاحوال. اذا مشاهدي قناه